عزيزتي ليندا، ومثل ما طلبت مني في رسالتك الأخيرة حول رغبتك في أن تشاهدي قرية ملبروان اليوم، ها أنا أسير في إحدى دروبها المزهرة في هذا الربيع البهيج. ليندا، ملبروان هي إحدى أهم قرى قضاء عقر الشهير، وتقع إلى الشمال الشرقي من أربيل بنحو 110 كيلومترات. عزيزتي، توجهت لأطرق باب مختار القرية فور وصولي إلى مدخلها. كان الناس مبتهجين جدا بزيارتنا، وكان يبدو على وجوه أفراد عائلة مختار القرية الرضا والانشراح فيما يخص أحوال الناس هنا. حقيقة دا شمت ما ثديا ملبروني دا، بس أين أصل دي وملت إرواني دا، يعني ملت إروانا خما ما ثديا خير وخيراتي وا فداريوا شمو ملت إروان، يعني أرديوا إروانا تناشط فقيرة قميثة معيشة صعبة يعني زحمة تيوة، فمنطقة كلها تيوة مثلا رابة فالخيوة سرايد ماتة يعني ناشط ماتة دي، ويجيوها خيرات ناشية منطقة فقيرة، فمن هذا الخير شمت ملت إروانا. شمت ماسة ملت إروانا، بس كون بو حكومة لا أسيا وكساوة ملت إروانا كسياء كسوي ولا ملا بروان أي بيلا نكو أي ملت إروانا لا أخني ريس ملا وخوة رجباسكا خباسكا غورا جريخة أي ملا بروان رش ملا بيلا وأزيو إروانا وخيرات تعلمه من قرزاي ومن سراي كله كبشيوة الشيرة واسة أزخوة شيرة مرق ورقيت وشيرة مطمريم تري شيرة أو زخوة قوماسة كل علمة كافشوة ماس الملة بروان خمسة بابواتا أمريوة لملة الإروانة، وأي ملة الإروانة من ما كوما طبعا من جماعة كبيرة أو ذيوة إروانة قاود ديارواتا وقاود إيتاتا أو زخوة إروانة وقملوا بسورة قمتويلة شمت إروانة ملت إروانة وأي بلا فش لا، بس بعدين بالأخير قرزايا قم قلبي لا قم داري لا ملا بروان ملا بروان قردتي لا وأخي نجيب سورس ملت إروانة لا ما ملا بروان ديوك شمي من ساو ساوة من البابا وافا أين ملت لا ملت سورة عقاري وانا ما طلبت بلا وزي وأروانة ما أروانة زي لا وديرة ما ديرة وزعي وي خلاني بدي يعني وزعي وطالين، بس ده بيا وقت بيا فترة مش ده ولا قرضا يقب بديل يشمه قب بديل ملا بروان على أساس ملا بروان هي يعني ملت تبسلاي ملت تعالى. لقرية ملبروان تاريخ طويل يمتد إلى أكثر من 4 قرون، فلقد قدم إليها أوائل المهاجرين من أقصى الشمال ليسكنوا فيها سعيا وراء الأرض الصالحة للزراعة. أنا أمرنا بقرخوة خلنا هنا اسم شرمن خلنا هنا اسم قلونتا خلنا ورابا ونجميع وسيوالو أثرناي أخا وسيوالو فاقاي أخا وجلواي أخا مقديمي لا عيا ليلة بتخورتي توتي محكاوة أمراوة تقريبا إسوا بطلاص أمة أربع أمة باتي كلها سراي صفية من جلواي ومن أثرناي ومن كلدناي ومن بزناي وداش تمريلا قور الداديشو بثنايا بيلي داديشو داش موجودي لقو بسخورة
حقيقة ما تدين تقريبا دا قلطة بأي من يبا تقريبا خمسة يوم مشنة وبش من خمسة يوم مشنة اتلن ديرة يعني اتلن تمارساوة ما تدين اي تقتا اي ما تحقيقة ليلة دين بخماسة اي داقم بغني ذا ف ما تدين يبا تقريبا خمسة يوم مشنة انا لك تخرج ولا بابك تاخر ولا ثابك تاخر خماسي عشوا على امه واربشني وبقرن ولا امرن وبقرن ولا امرن واو جود مرساوا يعني هرات قبل بتخرتك امراوا ايه اوا جود مرساوا بجسال بنيا دوله رجبسقوره ديت امراوا خايتا متوالو ايتد مرساوا بلبني خد شخوا قاوا كمرانا قنبرخيلي قداي ايتد خوراسا ايتد مرساوا بلبني بيلا او طينة بالطينة بيلا ايا بقرن والا وانا لك تخرن ايا ماسا ايا تقريبا خمشقرني اشتقرني شوقرني هولا سراي اخا. تجولت في أنحاء القرية بصحبة المختار ونخبة من أهلنا في مل بروان لكي أسجل مشاهداتي عن القرية. عزيزتي، مع مشارفة الربيع على الانتهاء يبدأ موسم الحراسة، وتقدم هذه الماكينة اليوم تسهيلات كثيرة وليس كما كان في الماضي عملا شاقا ومجهدا رغم ما يأتي به من نتائج. فالزراعة في مل بروان جزء مهم من مقومات المعيشة. قماية معيشة ديان حقيقة يعني أنا لا الآن زرنا أجزنا موصل الآن زرنا بس معيشة ديان كل زراعة زراعة مزري خطة مثلا صارة خرطمانة طلوخة قماية زري ورزة فيعني بقيت من جاني مثلا طماطة خيار مخضر أما من جاني كله معيشة قماية خيار قسم منها أثواله يعني دباشة يعني دباشة أو ديو دباشة مثلا دوشة وما دوشة أخليه ومزعي وتنهي سماتة مثلا وزايدة وفايض مبدلي وانا بغير مندي سنيقه مثلا مش خاص سنيقه غير مندي فلذو مثلا قماية فاري وما فاري تبديلي يوم بدلت يا ود خطه بشغله غير مندي شغله مشخه يا ود ماشي ما بشغله غير يعني لتم زوانه وزبونه تبديلي اتلخ زي ما محصول ادماثه ما ولا خطه وصاري او خرطمانه او طلوخه يا اخوانه بشغله اخوه انخنت معيشه يعني مثلا مشخه صابون تايد انا شو يعني فمعيش قماية رابط صعبي وبعدين كله إذا ولا يعني نتوى لا مكاين نتوى لا دراسة لا تركتر لا أنا من جانب نتوى كله الإنسان اعتمده ديانة بالنسبة قماية نسوى لا تركتر ولا دراسة يعني قماية كله توري ولا توري ضرخوة وغزادة مقلة ولا خزيهم مقلة حالخك مشني بريرة تيلة مكينة جيبا قنياني خزاوة على ماكينة هو كبشي والي مثل كبشي أخوالي أخي هم يثقوالي بقنيان البضرافة بعدين طورها دينين تيرا تركترات تيرا دراسات فوضع اختلف لي فيش لك كل آليات هون فلاح بوق المعيشة فلاح وصل إلى لثوة تركترات مكاين مكاين كلها حراسة وإلى وغزادة بالمنجل وإلى وقرشي وشغري وخط دراسة لثوة جنجر ولا قاري أبري ولا جنجر جنجر ولا كلها خزي وبي و Thank you.
الجندة، حدائق وبساتين مل بروان التي تغطي القرية التي لا تظهر منها غير كنيستها العالية تمنح القرية أجواء جميلة، فالبساتين عامرة بالفواكه والزرع، فأرض مل بروان أرض خصبة وقد زرعها الأجداد منذ قدومهم إليها قبل 4 قرون من الزمن. الخيوة زراعة خط صار رزة ششمة، فالخيوة عنا كرمانة قليل بيلو، لا فالخيوة بتكرمانة ششمة ورزة وخطة وصارة وطلوخة وبقلة، وعنا زريوة. أنا بزماني أنا بوقتي زرقوا ششمة ورزة وماشي وبقلة وطلوخة وخرطمانة، وأنا أنا زرقوا فارا مثلا زرعت خطة حيواني هو وايد شكرا لازم داوق لبيده وقالش لخات من ريش أغش الخلصي وزرايا سفري ويجي على الجاول ويجي كله لازم أزي خلصي بلطي ومثلا جوجة جوجة أجيب خلصي طالي كل الناس ما تباتي و أخي ما أمر أخواني أجيب قفلان بيطالي أزي وخلصي ومكملي ويجي هاي ماثي لخ المات جنجال جنجري لما قاري للقميان ليه يعني ليه تخلني باش خضخوة بالمقلي خطة بالمقلي طلوخة بالمقلي خرطمانة بالإيزة صارة بالمقلي وبناسة عسيوة بصرة بصرا شقليوة قبلة أو زيوة الرواقل وقديشة وبعدين لرخوة بالدوارة بالشغرة بالشغرة شغرة اسوى شغرة وقادة درخواله خوله وحتقخواله الشخرة ودرخواله الخاص دوارة ومسخواله البدرات أي غيرة. وبعدين أضخوا جنجر الجنجر فالطوة تونة وفالطوة خطة وداريواله بتملخاوت صيوة كيسة وداريواله فوخت بابو علاها خطة بيشيوة الخبارة وتونة الخبارة كل غير اخوالي انخطي بالدوارة او متخاصة مسيوة للبيسة تونة بالدوارة متخاصة قدليوة قرطلانة قورة وتونة قرشيوة لقيريوة لطالت بتونة طالت ستوة تقنياني. وصلنا جولتنا في انحاء مل بروان وقد راودني شعور غامر بالسعادة وانا اشاهد اطفال القرية وهم يلعبون بفرح واطمئنان على حياتهم، فالأمان الذي ينعمون به هنا لا يتوفر للكثيرين في أنحاء أخرى من العراق. ليندا، تقاليد الناس في مل بروان وعاداتهم مزيج من تقاليد وعادات أهلنا في قراهم التي زرتها، فهي متشابهة كثيرا لا سيما في احتفائهم بالأعياد والزواج. شيرا باريوا شيرا واسا أخا باريوا خائتا أسوى لم شمد مطمريان أزخوا الشيرا وشير مرجوردس أزخوا شيرا كتخا باشلوا بذوقه او دي براخه او دي قردو او دي رزة وفصرة او ومن دي على رزقواله ومسقيواله الايت كله يتويوا مخو نواسا وقاشا صالة ورجدو ايخالة وبشاريوا الايخالة او زدواله فليواله تقاواني شواني قرزاي عن فقيري فليوالي ثالث تفقيري عادات وتقاليد نفس من كل المثواثة والسواعي نفس التقاليد بالنسبة لهذا محضري وقم هذا كليتة كليتة من جاني وقوي ذاني أزيو القماية قمتي وقاشة موجودة أزيو قش قاشة وأزيو قش مختار أنا جوري جوري وبعدين خضري وناشف ما تكلم عيدي والي وبليلة بيت يوم طالي واني كبيح مثل رحمة أو مطالي ودامانة داما
اي الناس ما القماية. والله تقاليد قماية بالنسبة للشباب وبناتها وقت الربيع مثلا مثل انا لك خاتوسة او في ولا مفتقة شيرة كبشي واني الخيل اخذ خمس ياوة مشخة خمس ياوة فصرة خمس ياوة مثلا شمشة كبشخة الاغضالة لك قبقة وراثة او زخوة امري ولا ماشي الكاني كبشيوة او زيوة ولا ماشي الكاني بنوني وبناتها اخلي وشاتي ومغدا وسوالا توتا يفرخوا خولة بقاوة خخولة لخ وخخولة لخ وخقيسة داري وإيه هذا ياتو خيالا ما يبارو خيالا ما يبارو خبراتا بقلقا وبربيوة وخشايش والا هذه وآثي وحال أصفة يعني مد الجانو قاضي والا بولتا وكيف أي ويلا وشبا مثلا طالوا طوباني مثلا هذا من دي شغلات كباني شاقولاني من داني مثلا قمايا جوارا مثلا اجيو براسي انا ما قورنا انا ويمر زيوالا ابرا لا ابرا لسوا محكيسة انا براسي لسوا محكيسة بس انا من قنع والي خلص والا ايا بينا ايا بالجوارة بينا ووزيوا ختنا اوزوا مثلا دهوة طالة وجلة طالة و طلاسي دينار جور اخوه طلاسي دينار انا قريت طلاسي دينار محقق مطرار مر فولز ويلي شيخو جو اقرا متولي قانون مر طلاسي دينار زوده لا شكلت كلن قور فقيره وشوانه وقاوانه وكل قور ليندا، تجولت في شوارع القرية التي عادت لها الحياة بهذا البنيان الجديد للمساكن التي آوت الناس بعد سنين من التغرب والتهجير الذي طالهم. هجرة بالنسبة للملابر وأنا قد أخني قبل من دخاني 61 هجرة المخاسيلهم جماعة مثلا قم هجري لأن مخانا قبل أن نرقل الموصل حكمة زل الموصل حكمة زل بغداد يعني كنت تتزل بخبارة مجيرا كل سرايا يرقلوا هزاجة قمك زيلة أخا قمك زيلة بامرزي قمك زيلة كل دكانة قمك زيلوا وسرايا يرقلوا. عزيزتي كم تحتاجين من القوة لكي تستطيعي أن تصفي الشعور الذي يرافق الناس وهم يعودون من جديد إلى أحضان قريتهم التي تركوها قسرا وظلت قلوبهم معلقة على أشجارها تترقب يوم العودة. لا ما يشاك بلخ 13 سنة رجع لها بس من رجع لها تقريبا 10 سنين بعد لثوة للباتة ديتوا لقاوت خيام كاريتاس بليلة باتة طالع 20 بيت 21 بيت ديتوا لقاوت بس لا بش لأي فترة من سقوط قلت وضع دخي لقاوت بلد لا شي بجيرة وزيرة وانا يولي رابي سركساغا جان لم قصر بليلة باتي طالع بليلة وقاعة وقل من يعني وقلي شكرك للرابة رابة شكرك لي. تفقدت بيوت أهلنا في القرية فمنهم من حصل على بيت في إحدى مراحل البناء ومنهم من ينتظر دوره الذي لن يطول كثيرا فأعمال البناء في كل القرى على قدم وساق ودون توقف.
عزيزتي، الناس في مل بروان ينعمون بالراحة والأمان، ويتداولون أمنياتهم بغد أجمل، يحلمون أن تكون بشائره قريبة. ميمن ده بالنسبة أخني وضع ده شكيرة على رن ده الحمد لله صايد آلاء سرجل آغا جان ونيل باتا صالن كل منهم. وتوصية تدندن الخارج يعني بالنسبة أنا ضرر أن شمي قالا يعني داري المسواة الجانهي رندي له وشكير له واماني له الحمد لله وشكر. والله امنيتي مو بس رايته كل سرايل انا دار شتشين وسلامه وذوي عفره ووضع وامان اهم شيء امان. طلع يجوز لا شتا راجع الماتين وشويه باتين كلها ولا شتي اهم شيء امان له. هاي الامنيتي. انا وسلامه هيا قو عراق ككل سرايل مشي حاي وقرزاي ودسناي وكله قلب أمية أو نزيف الدم باطل بس ماسنك هجرخ بس أو يا ظلم خلصة من العراق وإن شاء الله أخني عمودة مريم أضرى ومارن إيشهم شيحة وإن شاء الله أخني بخلصة قدوة الظلم أيعت لي أمية. طلب من آلها كله عندنا بخارج رجعي دكان الجانهي وشكيرة شمد آلها وصايد آلها وآلها ويشم شيحة عايني سجد آغا جان كل أشكال آلها مقويلة. عزيزتي ليندا، جربت أن أخذ ذكرى من مل بروان غير الصور والتحيات، فقطفت وردة بيضاء مثل قلبك، سأحتفظ بها لك صديقتك نضال منصور.